مثال الأول، راح ناخذ 3 حالات طلاب. حالة انه يكون البايب هوريزونتال، حالة ثانية يكون مائل بزوايا مختلفة ايضا. راح ناخذ الحالات ونشوف شلون نجي نحسب السرعة، شلون نجي نحسب الديسشارج. خلينا نشوف هذا المثال طلاب. قايل لك اويل وذ كثافة، مطيك الرو دنسيتي مطيك اياها 876، مطيك الميو للزوجة مالته هذا السائل او الاويل. The flow through ده يجري خلال انبوب القطر مالته 1.5 سنتيمتر diameter pipe that discharge to the atmosphere. يعني ما معناه انه هذا الانبوب التصريف مالته هو مفتوح لمن؟ مفتوح للضغط الجوي to the atmosphere at 88 كيلو باسكال. اذا الضغط الخارجي كان قيمته ومقداره 88 كيلو باسكال. The absolute pressure، الضغط المطلق الـ absolute pressure 15 متر before. إذن على بعد 15 متر من نهاية هذا الأنبوب الضغط كان 135 كيلو باسكال. إذن أنا عندي ضغطين، الضغط على بعد 15 متر من الفتحة الخاصة بهذا الأنبوب كان 135، وبالتالي النقطة الثانية راح تكون الضغط الخارج مالتها اللي هي للضغط الجوي كان مفتوح ومقداره 88 كيلو باسكال. زين، إذا عندي مسافة L اللي هي 15 كانت متر، وعندي ضغط أول وضغط ثاني وضغط ثاني. Determine the flow rate، أوجد مقدار التصريف of oil through the pipe من خلال هذا الأنبوب. If the pipe، إذا عندي هنا أنا إذا كانت عندي 3 حالات، عندي 3 حالات. الحالة الأولى horizontal، إذا كان هذا البايب horizontal inclined مائل 8 درجات upward، يعني مائل بزاوية مقدارها 8 درجات upward للأعلى from the horizontal. بعد أو مائل بزاوية مقدارها 8 درجات للأسفل from horizontal. بعد ايش رايد من عندي؟ Calculate Reynold number for the highest flow rate، اوجد مقدار الرينولد نمبر لاعلى تصريف، لاعلى شنو؟ اعلى تصريف. نجي عند خلينا نباوع هذا الشكل، هو هذا الرسم مالتنا، هذا الاويل، هذا هاي النهاية مالت هذا الانبوب، هنا الضغط كان نقطة 2 هنا تعتبر، وهاي النقطة 1. عند النقطة 1 كان الضغط عندي 135، عند النقطة 2 الضغط مالتي 88. والدايميتر مالت البايب معلوم والمسافة 15 متر. نيجي نروح على القوانين مالتنا اللي خاصة بهذا الموضوع مثل ما نشوف بالمحاضرة، اللي هي يعني هنا 5-9. هاي المعادلة احنا عندنا هاي 5-9 هي تمثل لي معادلة السرعة، ولكن احنا نروح على اللي احنا نستفاد فور هوريزونتال. عدي هاي المعادلة للهوريزنتال، هذه المعادلة الخاصة بالهوريزنتال تيوب. هوريزنتال تيوب هنا أنا أيضا إذا تريد تحسب فرق الضغط من خلال هذه المعادلة، طبعا هي نفسها هذه، أقدر أحسب من خلالها فرق الضغط. إذا أريد أحسب السرعة، علاقة السرعة أيضا من خلال فرق الضغط، هذه المعادلة مالتها. هذني فقط للهوريزنتال تيوب أونلي، هوريزنتال تيوب أونلي. زين، خلينا نشوف اذا كانت عندنا زوايا شلون راح نتعامل ويا السؤال. اكو جنرال اكويجن طلاب، معادله عامه، اكو معادله عامه جنرال اكويجن اللي هي امامكم حاليا. هاي يقول لك التصريف الكيو تشينج بالبريشر ماينس الروجي اللي تمثل لك اياها الجاما لهذا السائل في الطول في ساين الزاويه مالتي، في ساين الزاويه مضروب في الباي في الدي اس 4 على 128 في اللزوجة في الأل. هذه الجنرال إكويجين اللي أقدر أستفاد من عدها لإيجاد التصريف أو السرعة. ستقول أستاذ شلون يعني جنرال إكويجين؟ ما أفتهم شنو تقصد به. جنرال إكويجين تجي هسه أنت مثلا في حالة الهوريزنتال، حالة الهوريزنتال هذه الثيتا شقد عندي هسه هنا الزاوية طلاب؟ شقد عندي في هاي الحالة؟ هنا أنا الزاوية صفر. ساين الصفر طلاب،
ساين الصفر صفر مو واحد. شوف اكو شغلات تفاصيل بسيطة شوية هاي لازم الطلاب ذن تعرفوها. ساين الصفر صفر، ساين الصفر صفر. فبالتالي اذا ساين الصفر صفر شلون راح تكون هاي المعادلة طلاب؟ شنو راح تكون؟ كيو تساوي لك دلتا بي، هذا الطرف كله راح يكون زيرو، فبالتالي فقط دلتا بي تشين بالبريشر مضروب بالباي دي 4 دي اس 4 على 128 ميو ال. خل ارجع اشوف انا معادلتي هي هاي نفسها. نعم دلتا بي باي دي اس 4 128 رجعت لي هذه المعادلة. اذن هذيك المعادلة استفاد من عدها اذا كان عندي الحالة اذا عندي زوايا، بالتالي انا ادخل هذه القيم مالت الزاوية مالتي بهذه المعادلة واوجد القيم مالتها. فبالتالي هذه جنرال اكويجن ممكن استفاد من عدها للحل. جنرال اكويجن استفاد من عدها للحل. زين خلني نجي نحل. تشينج بالبرشر اكيد معروفة، تشينج بالبرشر P1 minus P2، إذن هنا أنا عندي 135 كيلو باسكال ماينس 88 كيلو باسكال، فبين النقطة 1 و 2 يعني هنا هذه النقطة 1 وهذه النقطة 2، فتشينج بالبرشر 135 ناقص 88 ويساوي لك 47 كيلو باسكال. تمام بعد شنو عندي؟ خلينا نشوف. قلنا احنا هذا الطرف كله لأنه شنو؟ ثيتا صفر، فساين الصفر صفر، إذن هذا الطرف كله انشال. تمام الباي معروفه شنو؟ الدي اس 4 اذا هو الدايمتر هذا قطر البايب 1.5 طبعا هنا سنتيمتر قسمه على 100 تحوله بدلاله المتر واترفع على الاس 4. تمام و128 الميو الارضن يكون هنا ايضا معلومات. الميو قيمته هو مطيك اياها قايل لك 0.24 والال هي المسافه من هاي بين النقطتين اللي هي 15 متر. فبالتالي وجدت عند الثيتا تساوي صفر قيمة الكيو طلع لي 1.62 في 10 ناقص 5 متر مكعب بير سكند. هذا التصريف الأول، تصريف في الحالة الأولى. أوكي هسا إذا عندك الزاوية 8 أبورد موجبة خلينا نشوف إيش راح تكون. أي تغيير ما سويت طلاب؟ نفس الدلتا بي هو نفس 47 كيلو باسكال العدي ماينس الرو في الجي في قيمة الأرض، طول عندي الكثافة عندي الجي 9.8 ساين 8 ساين الزاوية مالتي 8 باي دي 4 كذلك نفس الحالة. فبالتالي فقط أنا إجيت هنا من عندي الزاوية 8 مائل بزاوية 8 إجيت حطيت 8 هنا بمكان هذه الثيتا، فبالتالي وجدت قيمة التصريف عند هذه الحالة ولقيتها أنه القيمة مالتها أقل من هذه القيمة. يعني شوف هذا التصريف 1.6 في 10 أس ناقص 5 في عين هذا 1 في 10 أس ناقص 5، فبالتالي من رفعته شوية للأنبوب هذا للأعلى أكيد يعني كمية التصريف تأثرت وقلت بمقدار قليل، قلت بمقدار قليل، لذلك صارت عندي التصريف قل من دا أشوفه أنا هسه التصريف قل. زين إذا بالعكس ميلت للأسفل إيش تتوقع التصريف يزود لا يقل طلاب؟ أكيد 100% راح يزود. خلي نشوفه، فقط إجينا عوضنا بمكان الثيتا أنا عوضت ناقص 8 هسه بمكان الثيتا مائل للأسفل بزاوية مقدارها ناقص 8، فإجي طلعت الكيو نفس الكلام طلاب ما عندي أي شيء، دلتا بي معلومة روجي أل ساين هنا ناقص 8 صارت ناقص 8 في الباي دي أس 4، بالتالي أضاع التصريف بهاي الحالة طلع عندي 2.2 4 في 10 ناقص 5، بالتالي معناه أن التصريف من ميلت للأسفل زادت عندي كمية التصريف، زادت عندي كمية التصريف. زين هو أيضا طالب من عندي بالسؤال قايل لك أوجد الرينولد نمبر الأعلى تصريف، الرينولد نمبر الأعلى تصريف، ومثل ما نعرف احنا يعني أنا أحتاج بالرينولد الرو كثافة عندي بالله معلومة مالت الأويل هو مطيني إياها قايل لك 876 دايمتر عندي، أحتاج السرعة الميو عندي احتاج فقط قيمة السرعة، السرعة هو اعلى تصريف، اذا تاخذ هذه القيمة الثالثة اللي هي كيو 2.2 في 10 ناقص 5 متر مكعب بير سكند، اجيت اخذت هذا التصريف قسمته على الاريا، بالتالي الكيو على الاريا اكيد راح تطلع عندك قيمة الفي، راح تطلع عندك قيمة السرعة،
ومن خلال هذه السرعة أجي أطبق بالقانون مالتي الرينولد، وبالتالي أطلع قيمة هنا الرينولد، تطلع عندك فد رقم أكيد راح يطلع لك لامينر، أنا ما وجدته حقيقة، فقط أضربه هذه القيم يطلع الرقم هنا، يعني رقم رينولد يعني يطلع أقل الـ2000، المفروض يطلع أقل الـ2000.